السلام عليكم. الفيلم بتاعنا الليلة بيبدأ بثلاثة تحف فنية، وبتكون الثلاثة تحف الفنية دي على شكل بيوض بترجع ملكيتها في الأساس للملكة كليوباترا الملكة المصرية. وبتكون البيوض ضايع عليها فترة طويلة جدا، بس من فترة بسيطة شوية في بيضة منهم ظهرت في مكان في العالم. بعد كده بنشوف انه في واحد شغال في ورشة بتاعت هندسة وبيصنع في حاجة تشبه البيضة اللي كنا بنتكلم عنها قبل شوية. وبعد ما يخلص شغله بنشوفه تشيك وباين عليه طالع لمكان. وبعد كده بنشوف انه في سيارات شرطة مسرعة جدا. وبعد ما يصلوا المكان الماشي له بينزل من الطيارات واحد اسمه جون، وجون ده بيكون تابع للمخابرات الامريكية، وبتكون معاه محققة اسمها داس، وداس دي من المخابرات الرومانية. وبنعرف بعد ذاك انه في واحدة من البيوض الثلاثة اللي اتكلمنا عنها في البداية موجودة جوا المتحف اللي هم مشوا له ده. فبيقول لهم جون انه في حرامي اسمه نولان بوث عايز يسرق البيضة الموجودة جوا المتحف الليلة. ولما يسألوه من مصدر المعلومة بيقول انه الفيل هو مصدر المعلومة. وبنعرف انه الفيل ده واحد من اكبر لصوص التحف الفنية في العالم في الوقت ذاك، ومنافس له هو نولان بوث اللي اتكلمنا عنه قبل شوية. بعد كده بيقابله مدير المتحف، وبيكون مدير المتحف متضايق جدا من الموضوع ده، وبيشوف انه ضيع للزمن وهو متاكد انه البيضه موجوده. ولما يوصلوا لمكان البيضه فعلا بيلقوا فعلا انه البيضه موجوده. فبيقول لهم مدير المتحف انه هو لازم يتصل على المشرف بتاع المحققه عشان يشتكي له من الضياع بتاع الزمن اللي سببوه له المحققه داس ومعاها جون. بس جون بيقدر يثبت انه البيضه الموجوده حاليا دي هي البيضه المسروقه، والبيضه الحقيقيه سرقت واتبدلت بالبيضه الموجوده حاليا دي. وبيعمل كده عن طريق انه يصب المشروب الغازي في البيضه فبتدوب البيضه المزيفه. بعد كده بتامر الشرطيه إدارة المتحف إنهم يقفلوا الأبواب، وفعلا بيقفلوا الأبواب، لكن نولان بيهرب قبل الباب ما يقفل وبيكون وراه جون، وبتبدأ بيناتهم مطاردة. وبيكون نولان ماهر جدا في المراوغة والمطاردة، لكن في النهاية بيقدر يهرب من الشرطة ويهرب كمان من جون. وبعد مرور يومين بنشوف نولان وهو داخل على بيته، وبيته بيكون في جزيرة كده في منطقة بعيدة. ولما يدخل البيت بيطلع البيضة من الشنطة ويكون عايز يتفحصها ويشوفها، بيتفاجئ انه جون موجود معاه جوا البيت. ومش كده، وكمان معاه كمية كبيرة من الجنود ومعاهم المحققة داس. فبتعتقل المحققة داس نولان وبيشيلوا البيضة منه. وقبل ما يرجعوا بتقوم المحققة بتدي جون البيضة عشان يحفظها معاه لحد ما يرجعوا لروما، ونولان بيديها لواحد من الجنود عشان يحفظها جوا العربية. فبيقوم واحد من الجنود بيبدل البيضة بواحدة تانية، ولما جون يسمع حركة غريبة في العربية بيرجع عشان يشوف، لكن ما بيلقى أي حاجة. ولما يرجعوا لروما بيكون جون بيجهز عشان يسافر ويرجع أمريكا. فبتجي المحققة داس ومعاها البيضة، فبتكسر البيضة قدامه، وبنعرف إنه البيضة كانت مزيفة. فبتتهم المحققة داس جون إنه هو من البداية متآمر مع الحرامي اللي سرق البيضة، وبتقول له إنها هي بحثت وراه فما لقت أي اسم بالاسم ده في المخابرات الأمريكية، وإنها لما عملت فحص لحسابه لقت إنه عنده مبلغ مالي وقدره 8 مليون دولار حساب بتاعه نزلت في نفس اليوم اللي هم لقوا فيه البيضة عند نولان. فبيحاول جون انه يتكلم معاها ويهديها، وبيحاول يفهم انه الكلام ده كله خطأ من الحرامي اللي سرق البيضة عشان يوقع جون معاه في المشكلة دي. بس المحقق داس ما بيصدقه وبتعتقله، وكمان بتوديه سجن. وبعد كده بنشوف انه ودهم سجن باين انه واحد من اسوأ السجون في العالم، وبيكون في الجبال في مكان كده فيه جليد. وبنتفاجأ انه جون ومعاه نولان موجودين في نفس الزنزان. فبيجي نولان عشان يرحب بجون، لكن جون ما بيكون مرتاح مع نولان في نفس الزنزانة. المهم بيحاول نولان انه يتكلم معاه ويكسر الحاجز اللي بيناتهم وكده. فبيقول نولان لجون انه حيكون بامان ما لم يكتشفوا المساجين اللي معاهم في السجن انه هو محقق في الشرطة او شرطي. بعد كده بنشوفهم في وقت الغداء، ونولان بيحاول يوري جون كيف يتعامل مع المساجين جوا السجن، وجون بيقول له صدقني انا عارف كويس كيف اتعامل مع المساجين والمجرمين. بعد كده بيتكلموا عن البيضة المسروقة وسعرها كم، وانه في ملياردير مصري عاوزة هدية لبنته في زواجها. وكمان بيتكلموا عن مجرم تاني، والمجرم ده بيكون مجرم روسي اسمه سودوفوتشي. وسودوفوتشي ده مجرم خطير جدا، ممكن يعمل اي حاجة عشان يلقى الحاجة اللي هو عاوزها. وبنعرف انه سودوفوتشي ده بيعمل حفل في بيته كل سنة لمجرمين التحف الفنية عشان يتلموا عنده هنا. وبنعرف انه البيضة التانية موجودة عنده في بيته، فبيبدوا يخططوا عشان يسرقوا البيضة التانية من سودوفوتشي. بعد كده بنشوف نولان وهو بيعمل حاجة غريبة جدا، بيفضح جون قدام المساجين وبيقول انه شرطي. فبيجي مسجون وبيضرب جون وبيوقعه في الارض. ولما يرجعوا زنزانة بيجوا العساكر وبيقولوا لهم انه النقيب عايزهم في المكتب. ولما يمشوا المكتب النقيب بيلقوا بنت جميلة، والبنت دي بيكون اسمها بيشوب. وبنعرف من جون انه بيشوب دي هي المجرم بتاع التحف اللي اسمه الفيل اللي اتكلمنا عنه في بداية الفيلم. فبتقول بيشوب لجون ونولان انه البيضة اللي اتسرقت واللي اتهموا بيها جون معاها، والبيضة التانية موجودة مع سودوفوتشي، والبيضة الثالثة موجودة مع نولان، ونولان ما عايز يوري
الناس مكان البيضة. فبينكر نولان وبيقول إنه ما عارف حاجة عن البيضة الثالثة. فبتتكلم معها بوشوب وبتديه عرض، بتقول له إنه لو ساعدها إنها تلقى البيضة الثانية ويوريها مكان البيضة الثالثة تديه نسبة 10% وبتطلعه من السجن اللي فيه حاليا. غير كده لو رفض حيتعفن جوا السجن ده للأبد. فبيرفض نولان وبتخليهم بيشوب وبتمشي. بعدين بنشوفهم إنهم هم شغالين أعمال شاقة جوا السجن. فبيحاول جون إنه يقنع نولان إنه يقبل الصفقة دي مع بيشوب عشان دي فرصتهم الوحيدة. بعدين بنعرف إنه نولان من الأساس كان بيرتب لخطة عشان يهرب من السجن، اللي هي لما جاء المسجون عشان يضرب جون، نولان سرق من الشرطي بطاقة بتسمح له إنه يقدر يفتح الأبواب بتاعة السجن. فبيبدو ينفذ الخطة، وبتكون الخطة صعبة جدا وبتعرضوا فيها لخطر شديد، لكن بعد كده بيقدر إنهم يهربوا من السجن بصعوبة جدا عن طريق طيارة هليكوبتر وبيكونوا أحرار. بعدين بيقابلوا واحد من معارف نولان، وبيكون نولان عايز منه خدمة، فبيجيب لنولان طيارة وبيجيب له لبس وحاجات عشان هما يقدروا يمشوا الحفلة بتاعت سودوفوتشي. وبعد كده بيجهزوا كل حاجة عشان يقدروا يسرقوا البيضة من سودوفوتشي. ولما يصلوا الحفلة بتاعت سودوفوتشي بيتفاجئوا انه بيشوب موجودة في الحفلة. فبيحاول جون انه يخليها قريبة منه عشان يقدر يثبت براءته بعد يقبض عليها، بس هي بتقدر تهرب منه لما يجي سودوفوتشي ويرقص معاه. بعدين بنشوف انه جون ونولان مشوا عشان يسرقوا البيضة من الخزنة بتاعت سودوفوتشي. وبعد ما يدخلوا الخزنة ويكونوا عايزين يسرقوا البيضة بتظهر قدامهم بيشوب تمنعهم من انهم يسرقوا البيضة. ولما يجي سودوفوتشي بنعرف انه بيشوب وسودوفوتشي اتفقوا عليهم. فرجالة سودوفوتشي بيقبضوا على جون ونولان، كمان بيربطوهم في عمود وبيبدوا يعذبوهم عشان يعترفوا بمكان البيضة الثالثة. بس نولان ما بيعترف بمكان البيضة الثالثة وبيكون مصر انه ما عارف اي حاجة عن البيضة الثالثة. لكن بيشوب بتبدأ تعذب جون وبيكون نولان مضغوط جدا فبيعترف بمكان البيضة الثالثة وبيقول لها انه البيضة الثالثة موجودة في الهرم الاكبر في مصر. فبيحتفل سودوفوتشي وبيشوب بانهم عرفوا مكان البيضة الثالثة وبيشربوا مع بعض الويسكي. بس بنعرف انه بيشوب خطت مخدر لسودوفوتشي في الويسكي، فبينوم سودوفوتشي وظهروا بيشوب بعد كده. ولما يصحى سودوفوتشي من الغيبوبة بتاعته بيكون كأنه ما واعي، فبيضرب رصاص عشوائي على جون ونولان. في اللحظة دي بيقدر جون انه يحرر يده من الجنازير المربوطة فيها، وبيحرر نولان كمان وبيضرب سودوفوتشي وبيقدر يهربوا منه هما الاثنين. بعدين بيعترف نولان لجون انه مكان البيضة اللي قاله لبيشوب كان مزيف، لكن ما بيوريه مكان البيضة الحقيقي. فبيحاول جون انه يقنع نولان انه يوريه مكان البيضة الحقيقي، بس نولان بيرفض في البداية. وبعد ما جون يتكلم معاه ويخليه يكسب ثقته بيوريه مكان البيضة الحقيقي، وبيكون مكان البيضة الحقيقي في أدغال في الأرجنتين. بعدين بيمشوا نولان وجون لمكان البيضة الحقيقي، وبيقدروا بعد بحث طويل يلقوا مكان المخبأ، وبيكون المخبأ مليان كنوز ومليان حاجات قديمة كلها بترجع لأبو نولان. ولما يلقوا البيضة الثالثة بتظهر فجأة قدامهم بيشوب وبتهددهم بمسدس عشان تاخذ منهم البيضة، وكمان بتظهر قدامهم المحقق داس وبيكون معاها جنودة. فبتكون بيناتهم مطاردة بتنتهي بصعوبة بأنهم الثلاثة قدروا يهربوا من المحقق داس. فبيطلعوا في الشاطئ يكونوا واقفين هم الثلاثة مع بعض، وفجأة بنكتشف إنه بيشوب ومعاها جون بيعرفوا بعض من زمان، وانهم هم الاثنين مشتركين في سرقة التحف الفنية. فبننصدم نحن وبينصدم نولان معانا اكتر. فبيربطوا نولان في الجزيرة على شيرة وبيمشوا ويخلوا. بعد كده بنشوف انه جون ومعه بيشوب ودوا 3 تحف الفنية للملياردير المصري اللي كان عارض عليهم جائزة 300 مليون دولار. فبيقدم الملياردير المصري لبنته كهدية يوم زواجها. بس بتيجي الشرطة وبتكون معاهم المحقق داس وبيعتقلوا كل الناس اللي في الزواج، حتى كمان بيعتقلوا ايد شيرين، ناس غريبين. ولما يحصل كده جون ومعاه بيشوب بيهربوا من حفلة الزواج. وبعد كده بنشوفهم انهم بيستمتعوا بحياتهم في مكان كله موية، وهم على يخت من اليخوت اللي اشتروها. ولما يطلعوا من الموية ويركبوا في اليخت بيلقوا انه نولان موجود في اليخت، وبيقول لهم انه عن طريقه قدرة المحقق داس انها تخترق حسابهم البنكي وتاخد 300 مليون دولار اللي اخدوها من العملية الاخيرة، وانهم عشان يقدروا يكسبوا قروش تاني لازم يشتركوا معاه في عملية جديدة هم التلاتة حيكونوا شركاء فيها. فبيرفض جون في البداية، لكن بيشوب بتقنعه انهم التلاتة حيكونوا تيم كويس. بعدين بنشوفهم انهم ماشيين على متحف اللوفر في فرنسا، وباين انه في عملية كبيرة حتتم تاني، وكمان باين انه في جزء تاني من الفيلم ده. فانتظرونا في الجزء التاني لما ينزل ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وكمان ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس. وسلام.